لكن إذا كانت الظروف ما تسمحش ولا يقدر أي إنسان يعني لازم يتبع برك نقاط اللي تخليه يدير برنامج تدريبي نفسه، لازم برك يكون يعرف يجوز على ولا يجاوب نفسه ولا يجاوب هذا الرياضي يجاوب نفسه على بعض الأسئلة اللي تخليه يخليه يدير هذا البرنامج ولا يصمم برنامج تدريبي نفسه. من بين الأسئلة اللي ممكن لازم يطرحهم على نفسه، الحاجة الأولى اللي لازم يعرف شحال من حصة يقدر يديرها في الأسبوع، يعني شحال من يوم تدريبي يقدر يديره في الأسبوع. الحاجة الثانية المقدور تاعو ولا يعني الاستطاعه تاعو في الرياضه. اذا كان انسان خلينا نقول زعما رياضي جا قديم وراح حاب يدير برنامج روحه، ولا انسان مبتدئ تماما يعني هذا راح ممكن يجي شويه صعيب البرنامج. والنقطه الثالثه الهدف تاعو، لازم يكون يعرف الهدف اللي حاب يلحق ليه من خلال البرنامج اللي راح حاب يديره. هذا باش نعرفوا باش نروحوا بعد البرامج اللي يقدر يصممهم نفسه، ناخذوا بعض الامثله تاع البرامج اللي معروفه اللي الناس تقدر ديرهم يعني في القاعه الرياضيه. عندنا مثلا ناخذوا كاين الناس تقدر تحب تدير يعني كل يوم تدير عضله واحده في القاعه الرياضيه، ما تاخذش وقت كبير. يعني عنده زعما مثلا نقول عنده 30 دقيقه برك في القاعه الرياضيه يقدر يدير فيها عضله واحده. هذا برنامج من بين يعني البرامج اللي يقدر يديرهم الرياضي في القاعه. كاين برامج اللي يقدر يدير عضلتين، ناس يعني الرياضي يخير عضلتين، عضله كبيره وعضله صغيره. نقولوا مثلا عضله يخدم عضله الظهر لانها يعني ان غرو ميسكل، مع عضله اللي هي مثلا نقولوا يخدم عضله الاكتاف ولا عضله يعني يقولوا البيسات ولا. كاين برنامج اللي هو تقدر تخدم فيه تقسم الجسم تاعك على نصفين، يعني الجزء العلوي والجزء السفلي. كاين برنامج واحد اخر اللي هذا معروف اللي هو فيه تمارين كما نقولوا تمارين دفع، تمارين سحب، وتمارين الارجل يعني الجهه السفليه. هذا باش نقدروا نجاوبوا ولا نقدروا يعني عفوا نجاوبوا على الاسئله اللي حكينا عليهم في الاول. الرياضي لازم يطرحهم لنفسه. مثلا كيقولوا هذا الرياضي يقول لك انايا عندي نقدر نوطريني 3 حصص في الاسبوع. 3 حصص في الاسبوع نقدروا نروحوا نشوفوا البرنامج من بين البرامج اللي قلناهم دوكا اللي يساعدوا. مثلا هو البرنامج تاع 3 خطرات في الاسبوع يقدر يدير تاع يعني حصه واحده ولا يوم واحد يدير فيه تمارين تاع الدفع. يعني كيقولوا تمارين تاع الدفع يقدر يخدم عضلات الصدر، يقدر يخدم معها عضلات الاكتاف، ويقدر يخدم معها يعني عضلات التريسبس يعني هذه الجهه تاع الذراع. الذراع فوالا. وحصه واحده اخرى يقدر يخدم فيها عضلات الظهر مع الليبرا يعني مع البيسبس. وعضله ثالثه اللي هي ولا عفوا يعني العضله اللي تبقى لنا الاخيره ولا الحصه الاخيره اللي هي عضله الارجل. هذا برنامج تاع 3 خطرات في الاسبوع ولا 3 ايام في الاسبوع.